يبدأ الفيلم مع واحدة اسمها سارة، واللي بنشوفها وهي بتتكلم مع جوزها اللي اسمه بيتر، وبنعرف ان سارة متجوزة وعايشين سوا من حوالي 5 سنين، وبيكون بيتر شغال مهندس، وبسبب ان شغله بعيد بيسافر بيتر اوقات كتير خارج البلد. واثناء كلامهم سوا بتقول له سارة ان هي حاسة بتعب، وبتعرفه ان هي هتضطر تروح بكرة المستشفى عشان تطمن على نفسها، وبتطلب من بيتر ان هو يرجع من الشغل عشان يبقى جنبها في فترة تعبها، لكن بيتر بيقول لها ان وراه شغل كتير ومش هيقدر يسيبه ويرجع. وبنلاحظ ان هو ما بقاش مهتم بيها زي الاول، ودايما بيتحجج بالشغل عشان يفضل مسافر بعيد. ولما بتقفل سارة الاتصال بتروح تنام عشان تروح الصبح المستشفى، لكن وهي نايمة بتحلم ان هي بتاكل عملات معدنية كتير، وبعد ما بتصحى من النوم مفزوعة بتلاقي السرير كله دم، وبعدها بتقوم عشان تجهز نفسها وتروح المستشفى، وهناك بيعملوا لها شوية فحوصات واشعة، وبعدها بتروح البيت وبتكون في انتظار اتصال المستشفى عشان تعرف النتائج. وبالليل بتبعت رسالة البيتر عشان تطمن عليه، ويتكلموا سوا عن يوم كل واحد فيهم في الشغل، لكن بيتر مش بيرد عليها. وبعد شوية بيبعت لها رسالة تانية وبيقول لها ان هو كان عنده شغل كتير ولسه واصل ولازم ينام بدري، فبتحس ان هو مش عايز يتكلم معاها وبيتهرب منها. وبتروح سارة تاني يوم الجيم عشان تتمرن شوية، وبعد الظهر بترجع البيت تاني، وساعتها بيتصل بها بيتر وبيقول لها ان وصلته رسالة من المستشفى وانهم بلغوه ان هي مصابة بمرض خطير جدا وفي مرحلة متقدمة. فبتنصدم سارة جدا من كلامه، وده لانها بدات تحس ان صحتها بقت احسن في اخر كذا يوم، فبيقولها بيتر ان هي لازم تروح المستشفى تاني وتعيد الفحوصات عشان تتاكد. وفعلا بتروح سارة المستشفى تاني يوم، وهناك بتقابل الدكتوره المسؤوله عن حالتها، واللي بتقول لها ان حالتها صعبه جدا لانها مصابه بمرض نادر وهيقضي على حياتها في مده قصيره، وبتعرفها ان قدامها فتره بسيطه جدا قبل ما تفرق الحياه، وبتقول لها ان نسبه النجاه من المرض ده مش ازيد من 2%، يعني شبه مستحيل ان هي تعيش. والدكتورة بتنصحها ان هي تودع كل اهلها وكل الناس اللي بيحبوها قبل ما تفرق الحياة، وبتقترح عليها ان هي تشارك في مشروع اسمه مشروع الاستبدال، وبتقول لها ان المشروع ده بيتيح ليها طريقة ان هي تستنسخ نسخة تانية منها واللي بتكون شبهها بالظبط، وبتعرفها ان النسخة الجديدة هتقدر تكمل حياة سارة عادي بشكل طبيعي وهتعيش الباقي من عمرها كأنها هي. وبتعرفها ان الهدف من مشروع الاستبدال ان اهل الشخص المتوفي ما يحسوش بفراقه، لكن بشرط ان هم يستشيروا اهلها قبل ما يعملوا العمليه، وبتديها ورقه مكتوب فيها كل حاجه عن العمليه. ولما بتروح سارة البيت بتدخل تدور على الانترنت عن عمليه الاستبدال، وبتشوف فيديو بيشرح ازاي العمليه بتتم، وبتعرف ان النسخه الجديده منها هتكون شبهها بالظبط ونسخه طبق الاصل منها، وكمان بتعمل كل حاجه زي النسخه الحقيقيه، وان هيكون عندها نفس الطباع وبتحب كل حاجه زيها. وفعلا سارة بتتشجع اكتر ان هي تعمل عمليه الاستبدال، وبتقرر ان هي تروح تاني يوم فعلا وتعمل العمليه. وتاني يوم بتروح سارة لمقر الشركه اللي بيعملوا فيها عمليه الاستنساخ، وبتكون قلقانه جدا لانها بتعتقد ان العمليه صعبه، لكن الدكتور بيطمنها ان العمليه بسيطه جدا وان هي بتتعمل في خلال ساعه واحده بس، وكل المطلوب منها عينه من الحمض النووي. وبعد ما بياخدوا منها العينه بتستنى سارة، وبعد ساعه بيرجع لها الدكتور مع النسخه الجديده منها، وبيقول لها ان حصل غلطه بسيطه اثناء عمليه الاستنساخ خلت لون عين النسخه بتاعتها يكون ازرق، لكن سارة بيكون ما عندهاش اي مشكلة، وبتاخد النسخة الجديدة بتاعتها وبيروحوا البيت سوا. وهم راكبين العربية وماشيين في الطريق للبيت بتتكلم سارة مع النسخة الجديدة عن حياتها وكل حاجة هي بتحبها، وبتتكلم معاها عن جوزها بيتر وكمان والدتها، فبتقول لها النسخة ان هي متشجعة جدا عشان تتعرف عليهم. وبعدها بتشتري سارة للنسخة الجديدة بتاعتها هدوم كتير وكل حاجة ممكن تحتاجها. وبعد مدة بيرجع بيتر من الشغل بتاعه وبيقابل النسخة الجديدة من سارة، وبيبان ان هو معجب بيها اكتر من سارة الاصلية، وبيكون متحمس ان هو يخرج معاها ويتعرف عليها اكتر، وبيتمنى ان سارة الاصلية تموت بسرعة. فبتتضايق سارة من رد فعل بيتر جوزها لانها بتحبه جدا وكانت متوقعة ان هو يفضل جنبها في الوقت اللي هي تعبانة فيه ويودعها في الايام اللي فاضلة ليها في الحياة. وبعد مدة بتروح سارة للمستشفى تاني عشان تطمن على حالتها، لكن المفاجأة ان الدكتورة بتقول لها ان المرض بتاعها اختفى وانها مش هتموت قريب، وبيكون كل الدكاترة مستغربين ازاي ده حصل. وبتفرح سارة جدا وبتكون مش مصدقة اللي حصل، وبتسأل الدكتورة عن الاجراءات اللي المفروض تعملها عشان تتخلص من النسخة بتاعتها لانها مش محتاجة ليها. فبتقول لها الدكتورة ان هي دلوقتي مش هتقدر تتخلص من النسخة بتاعتها ولا حتى هتقدر توقفها، لان الشركة المصنعة بتحدد مدة معينة للتعطيل بعد استلام النسخة، وده لو النسخة فيها اي مشاكل، وبما ان المدة دي خلصت مش هتقدر تعمل حاجة. وبتقول لسارة ان الحل الوحيد ان هي تخلي المحامي بتاعها يرفع قضية
على الشركة المسؤولة عشان يعطلوا النسخة بتاعتها. وفعلا بتروح سارة للمحامي بتاعها وبتقول له ان هي عايزة ترفع قضية على الشركة وتعطل النسخة بتاعتها. فبيقولها المحامي ان ده مخالف للاتفاق اللي بينها وبين الشركة، وبيعرفها ان الحل الوحيد عشان تتخلص منها هي انها تدخل معاها في تحدي، واللي هيعيش منهم هو اللي هيكمل حياة سارة. فبتنصدم سارة وبتفهم ان الحل الوحيد قدامها انها تشارك في التحدي قدام النسخة بتاعتها وكمان تكسبها، وإلا الشركة هتعتبرها منسحبة، وساعتها هيكون من حق الشركة ان هما اللي يتخلصوا منها ونسختها هي اللي هتكمل حياتها. وبيعرفها المحامي ان التحدي عبارة عن مباراة مبارزة، وبينصحها ان هي تبدأ تتدرب مع مدرب متخصص عشان تستعد للقتال. وفعلا بتتفق سارة مع مدرب متخصص عشان تكون جاهزة، وبتروح لوالدتها عشان تحكي لها عن اللي حصل وتعرفها ان هي هتعيش. لكن المفاجأة ان هي بتلاقي بيتر والنسخة بتاعتها عند والدتها، فبتتضايق سارة جدا لانها ما كانتش قالت اي حاجة لوالدتها ولا قالت لها حتى على مرضها. لكن النسخة بتاعتها بتقول لها ان هي كانت بتتصل بوالدتها الفترة اللي فاتت عشان تقرب منها وتطمن عليها. وبنفهم ان والدتها بدأت تحب النسخة الجديدة منها اكتر من سارة الاصلية نفسها، لانها ما كانتش بتكلمها ولا بتطمن عليها. فبتتضايق سارة جدا وبتبدأ تحس ان كل اللي حواليها مش بيحبوها، وبتقرر ان هي تمشي. فبيروح بيتر وراها وبينصحها ان هي تبعد عنهم لانهم فرحانين من غيرها مع النسخة الجديدة. فبتنصدم سارة من اللي بيحصل وبتقرر ان هي تشارك في التحدي عشان تكسب النسخة بتاعتها وتتخلص منها. وفعلا بترجع البيت وبتبدأ التدريب مع المدرب عشان تستعد للقتال، وبيبدأ المدرب يجهزها للتحدي. لكن سارة بتكون ضعيفة جدا في التدريبات، فبيديها المدرب اسطوانات لأفلام اكشن عشان تتعلم منها وتبقى اكثر شجاعة، وبيقولها تاني يوم هيرجع لها عشان يكملوا التدريب. وتاني يوم فعلا بيروح المدرب ليها وبيعرفها ازاي هيكون نظام التحدي، ان هيكون قدامها ترابيزة على 5 اسلحة، وبيشرح لها كل سلاح منهم، وبيديها مجموعة جديدة من افلام الاكشن عشان تتشجع وتكره النسخة بتاعتها. وبعد مدة من التدريب بتكون سارة اقوى واكثر شجاعة، وبتكون مستعدة عشان تخلص على النسخة بتاعتها. وبيتم تحديد وقت التحدي بينها وبين نسختها. لكن قبل التحدي الاحوال المادية لسارة بتكون سيئة جدا، لدرجة ان ما بيكونش معاها اي فلوس عشان تدفع للمدرب بتاعها، وده لان النسخة الجديدة استولت على حياتها كلها وكمان شغلها. فبتعرض على المدرب بتاعها ان هي تعلمه الرقص مقابل التدريب ليها، وفعلا المدرب بيوافق وبيبان ان هو معجب بيها. وتاني يوم بتروح تشتري الهدوم الخاصة بالتحدي عن طريق اخر مبلغ موجود معاها. وبعد ما بتشتري الهدوم بتروح عشان تقابل بيتر في مطعم، وبتكلمه عن التحدي وبتقول له سارة ان هي هتتخلص من النسخة الجديدة بتاعتها وهترجع حياتها اللي اخدتها منها. فبيحس بيتر بالندم على اللي عمله معاها، وبيقولها ان نسختها مستعدة ليها فعلا، وبيبان على بيتر ان هو مش مبسوط وبيشتكي ليها من نسختها، وبيقول لها ان هي بقت بتتخانق معاه على اي حاجة وبقت عصبية جدا زي ما سارة نفسها كانت بتعمل. وبعدها بترجع سارة البيت عشان تكمل التدريب، وبيوصل المدرب بيتها وبيكون معاه الكلب بتاعه واللي بيكون باين عليه كبير في السن، وبيطلب منها المدرب ان هي تخلص على الكلب بعد ما خلصت التدريبات بتاعتها عشان يبقى ما عندهاش اي رحمة وتقدر تخلص على النسخة بتاعتها في التحدي. لكن سارة بيكون صعبان عليها الكلب جدا وبيكون مش عايزة تخلص عليه، فبيتضايق منها المدرب وبيقول لها ان هي لازم تكون شجاعة، لانها لو ما خلصتش على الكلب مش هتقدر تخلص على النسخة بتاعتها في التحدي. وساعتها سارة بتاخد بالها ان في حد بيراقبهم من بره البيت، وبتتفاجأ ان هي النسخة بتاعتها، فبتضرب عليها سارة سهم وبتخرج من البيت عشان تلحقها. لكن اول ما بتخرج بتلاقي السهم جه في كلب ماشي في الشارع وخلص عليه، فبتعتذر سارة لصاحبة الكلب وبتطلع عشان تجري ورا النسخة بتاعتها، لحد ما بتلاقي نفسها في حديقة عامة والنسخة بتاعتها بتختفي. وهناك بتشوف 2 توأم، ولما بتسألهم عن نسختها بيقولوا لها ان هي مستخبية في الغرفة الخشب. ولما سارة بتروح هناك بتلاقي نسختها مستخبية جوه الأوضة، فبتدخل لها سارة وبتتكلم معاها عن التحدي، فبتقول لها النسخة ان هي متأكدة ان هي بتكرهها بعد ما استولت على حياتها واكيد عايزة تتخلص منها، وبتعتذر لها على اللي عملته في حياتها، وبتقول لها ان بيتر بقى ممل جدا وبدأ يزهق منها هي كمان، وبيتخانق معاها دايما، وكمان والدتها دايما بتقلق عليها وبتتصل بها كتير لدرجة ان هي زهقت منها، وبتقول لها ان حياتها صعبة جدا وما كانتش متوقعة ان هي تعاني بالشكل ده، وبتعرفها ان هي مش عايزة تعيش الحياة بتاعتها. لكن في نفس الوقت بتكون مش عايزة تخلص عليها، وساعتها بتتعاطف سارة الاصلية مع النسخة بتاعتها لانها مرت بنفس المشاعر وحست نفس الاحاسيس بتاعتها. فبتقول لها سارة ان هي مش عايزة تخلص عليها، لكن في نفس الوقت لازم تستعيد حياتها تاني. وساعتها بيجي على بال نسختها فكرة، وهي انهم يهربوا قبل ميعاد التحدي هما الاتنين، وبكده يقدروا هما الاتنين يعيشوا ومحدش فيهم يفقد حياته. فبتوافق سارة
سارة فعلا على الاقتراح، وكل واحدة منهم بترجع البيت بتاعها. ويوم التحدي الصبح بتقابل سارة نسختها، وبيقرروا ان هما يهربوا هما الاتنين عن طريق الغابة. وفي الطريق بتحس سارة بالعطش، فبتديها نسختها من المية بتاعتها عشان تشرب. فبتشكرها سارة وبتحس بالندم لانها كانت ناوية تخلص عليها، وبتحس ان النسخة بتاعتها طيبة جدا معاها. وبيقرروا ان هما الاتنين يستخبوا في الغابة لحد ما وقت التحدي يعدي. لكن فجأة سارة بتقف وبتحس بألم في معدتها، وبتفهم ان نسختها كانت حاطه لها سم في الميه. فبتنصدم سارة لانها كانت بدأت تثق في النسخة بتاعتها وقررت تسامحها، لكن نسختها طول الوقت ده كانت بتخطط عشان تخلص عليها. وبعد ما سارة بتموت بترجع نسختها لمكان التحدي، وبتقول لهم ان هي سارة الاصلية. وبكده بيعتبر ان سارة الاصلية انسحبت من التحدي، وساعتها التحدي هيتلغي. لكن المسؤولين بيشكوا فيها وبيتم رفع قضية عليها. وفي المحكمة بيشهد بيتر ان دي النسخة الاصلية من سارة، وكمان والدتها بتشهد معاها. وفعلا القاضي بيصدق وبيحكم ببراءة النسخة، وبتكمل حياتها كأنها سارة الحقيقية بعد ما بتستولى على كل ممتلكاتها وبتسيطر على حياتها كلها بعد ما خلصت عليها. بس كده، وده كان فيلمنا النهاردة. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.